إذا جينا هتكلمي عن العمل، طبعا عرفت العمل وحطينا الصيغ للعمل، وقلنا إنه العمل بيكون موجب أو سالب أو معدوم، في له 3 حالات، موجب أو سالب أو معدوم. طيب، وسألكم سؤال، ما معنى أن يكون العمل سالب؟ طيب، عندكم جواب شيء؟ دكتور، إذا العمل سالب يعني شو اسمه؟ باتجاه معاكس يعني إنه سحب؟ ما معنى أن يكون العمل سالب؟ قصدي إنه يكون سحب، يعني بدال الدفع يكون سحب؟ شلون سحب؟ يعني نسحب السيارة للخلف، نحن نقوم بعمل بس، ولكن شو اسمه؟ الاتجاه بيختلف؟ يعني القوة المطبقة بعكس جهة الحركة. لما بكون القوة القوة المطبقة المطبقة بعكس جهة الحركة. القوة المطبقة بعكس جهة الحركة، طيب ايه صح الكلام، بس ايش معناته؟ ايش معناته عمل سالب؟ يعني يعني نحن عم نقوم عمله، هو عم يضعف، ما عم يزيد اسمه قوته شو رب ضعف؟ العمل، انه في شيء عم يعارضه وعم يضعف من قوته. يعني في شيء من هالمعنى هذا. تمام، تمام دكتور. دكتور مثلا ممكن يكون مثل السيارة لما تكون مشيانة بسرعة وتصير تخفف، فالعمل المبذول هو تخفيف السرعة بالمكابح، فبيكون صار العمل سالب. تخفيف السرعة. إيه في شيء قريب من المعنى؟ إيه؟ نعم، في شيء قريب من المعنى. إيه؟ بس لما بيكون العمل بعكس جهة الإزاحة مثل عمل الاحتكاك. يعني هلا بقول فيكم تخفيف السرعة، فهو هذا ممكن نقول يعني التخفيف من الانتقال، شايفين؟ هو تخفيف من السرعة. بدنا نشوف بعدين في فقرة جاية، في فقرة جاية أيضا له هذا المعنى. العمل أحد معاني العمل لما بكون سالب فهو بيؤدي لتخفيف السرعة، بيؤدي لتخفيف السرعة. طيب هلا شوفوا هون في عندي عدة حالات. طلب، شوفوا هون، هذا شايفين هذا لاعب الأثقال، عم بنزل الأثقال لتحت، تمام، عم بنزل الأثقال لتحت. طيب في هذه الحالة الانتقال، شايفين انتقال هاي الأثقال عم بصير شو لوين؟ من الأعلى للأسفل، تمام. طيب اللاعب لوين عب قوته لوين عم بتصير، لفوق ولا لتحت؟ لفوق. لفوق، شايفين؟ لأنه ليش؟ لو كانت لتحت كان شو كانوا، طب يعني كانوا نزلوا على الأرض شو اسمه، بقوة بسرعة. بعنف، شايفين؟ فهو شو ما بده يخليهم ينزلوا بعنف على الأرض، بالتالي فهو عم بأثر بقوة عليه لفوق للأعلى، تمام. نعم. بالرغم من هيك هن عم بينزلوا للأسفل، بالتالي هو قام بعمل سالب، وهيك قام بعمل سالب على ايش؟ على القضيب الحامل للاثقال، تمام. فهذا العمل السالب ايش معناته؟ معناته انه حد من الانتقال، خفف من الانتقال، الانتقال ما تم بسرعه، تمام. فهذا هو معناته العمل السالب. هاي من جهه، من جهه اخرى ايضا الاثقال شايفين عم بتقوم بعمل على يد اللاعب، عمل الأثقال على يد اللاعب هل هو موجب ولا سالب؟ هيكون سالب أستاذ، لأن تأثير قوة اللاعب هي لفوق.
طيب عم نقول عمل الأثقال على يد اللاعب. سالب دكتور. طيب موجب دكتور لأنه بيجي موجب موجب دكتور. أيوة الأثقال لو انتقاله للأسفل. للأسفل. وانتقال يد اللاعب يد اللاعب كمان أيضا بتكون للأسفل. تمام؟ فإذا هون الأثقال قامت بعمل موجب على 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 يعني على اليدين، أما اليدين قاموا بعمل سالب على الأثقال. تمام؟ طيب يا أستاذ هو طلع بيرفع الأثقال لفوق. فأيضا بدنا نحن بنشوف بنشوف العمل يختلف باختلاف القوة. طبعا أنا قلت لما قلت الأثقال على 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 يد اللاعب شايفين؟ غير لما يد اللاعب بتبذل عمل على الأثقال. تمام. فإذا بدنا نعرف أي جسم أي جسم عم بأثر على أي جسم. فأنا قلت العمل مرتبط بقوة، أنا قلت لكم بالدرس الماضي العمل مرتبط بقوة شايفين؟ فهي القوة ما هو عمله؟ هل عملنا لكم عمل اللاعب على الأثقال سالب أم عمل الأثقال على اللاعب بيكون موجب؟ واضحة؟ دكتور بس كيف عمل الأثقال عمل اللاعب على الأثقال سالب؟ لأنه اللاعب عم شد للأعلى ولكن الأثقال عم تنزل لتحت. دكتور هي بعكس الموضوع صار هو عم يقدم قوة وقت عم يرفعهم لفوق عم بصير في عندنا عمل موجب كمان. شلون عم بصير عمل موجب؟ هو عم بيرفع لفوق والأثقال عم تنزل لتحت، شلون عمل موجب؟ إيه بس كمان وقت عم بترتفع الأثقال لفوق عم بتنزل لتحت، نحن أنا عم بقول إنه الأثقال عم بتنزل لتحت. تمام دكتور. يعني هو عم بنزلون ما هو عم بيرفعون، هو عم بنزلون ولكن حتى يخفف من سرعة نزوله للأرض فهو شو بيعمل؟ عم بشد لفوق. تمام؟ حط له سهم، حط له سهم نزلت لتحت. واضحة، واضح الشكل. طيب في عندي عمل مجموعة من القوى. إذا كان أنا في عندي مجموعة من القوى المؤثرة في جسم، شايفين؟ مجموعة من القوى المؤثرة في جسم، بالتالي حتى أحسب أنا العمل الكلي على الجسم، حتى أحسب العمل الكلي على الجسم فبحسب إيش؟ بحسب عمل كل قوة من القوى وبجمع الأعمال. تمام؟ أو بحسب محصلة القوى، بحسب محصلة القوى شايفين؟ وبعدين بشوف العمل، بشوف عمل محصلة القوى. تمام يا جماعة؟ يعني مثلا هون دكتور، مثلا هون هاي لو جيت أنا أحسب العمل العمل المطبق على الأثقال. طيب هون في عندي قوتين، هون في عندي قوتين، في عندي أنا قوة الثقل للأسفل على الأثقال وفي عندي قوة رفع اللاعب للأعلى. تمام؟ في قوتين. لو ما كان اللاعب عم يشد للأعلى كان الأثقال سقطت الشو بتسارع الجاذبية الأرضية تقريبا، مو هيك؟ نعم. طيب فبالتالي في عندي قوتين. فهلأ العمل الكلي، العمل الكلي المطبق على الأثقال هو عمل إيش؟ عمل قوة الجاذبية زائد عمل قوة اللاعب. تمام؟ فأنا هون حتى أحسب العمل الكلي فبحسب عمل قوة الجاذبية وبحسب عمل قوة اللاعب وبجمع العملين مع بعضهم. هاي طريقة. أو بحسب القوة المحصلة، بحسب القوة المحصلة شايفين محصلة القوى وبعدين بحسب عمله، بعدين بحسب عمله. طيب خلونا ناخذ مثال، خلونا ناخذ مثال، اكتبوا عندكم. طيب
طيب، يقوم مزارع بنقل مجموعة من الأخشاب باستخدام جرار وزلاقة. من الأخشاب؟ هو باستخدام جرار وزلاقة مرتبطة به كما في الشكل. هذا الشكل. إذن عندنا تراكتور، شايفين؟ عندنا تراكتور رابط فيه زلاقة وعم بسحب، حاطط الحطب على الزلاقة وعم بسحبه. طيب، الوزن الكلي للزلاقة وحمولتها 14700 نيوتن. يقوم الجرار بتطبيق قوة، بس تعدلنا الرقم، قوة ثابتة مقداره 5000 نيوتن وبزاوية 36.9 درجة فوق الأفق. أما قوة احتكاك الزلاقة مع الأرض فهي 3500 نيوتن. طيب، إذا قام بجر الزلاقة لمسافة 20 متر فما هو العمل المطبق عليها من قبل كل قوة وما هو العمل الكلي؟ طيب، تعالوا نشوف. هذا هو المثال هون. استاذ بس عادي سريع على نص المسألة. يا والله نسيته، انتوا بتسجلوا عندكم. طيب، هلا هون نشرح لكم اياه. اذا مزارع بدي ينقل حطب، تمام، باستخدام الجرار والزلاقة، رابط الزلاقة بالجرار وحط الحطب عليها. الحمولة كاملة 14، ايش قد قلنا؟ 14700 نيوتن. 14700 نيوتن. طيب، سحبها مسافة 20 متر، قوة الجرار على الزلاقة، القوة اللي بتبقى الجرار على الزلاقة 5000 نيوتن، اعتبرناها قوة ثابتة. وبزاوية، طبعا ليش انا عم بسحبه هيك؟ عم بسحبه بهي السلسلة، شايفين؟ فعم بسحب هو بزاوية، طبق القوة بزاوية. طيب، قوة احتكاك الزلاقة مع الأرض 3500 نيوتن، تمام؟ فهلا بقول لي أوجد عمل كل قوة من هذه القوى المطبقة على الزلاقة، وأوجد العمل الكلي، طيب، طبعا هلا نحن لو جينا رسمنا، مخطط القوى، شايفين؟ مخطط القوى الحر للجسم، فإن هاي القوى، أول شيء أنا في عندي وزن الزلاقة مع حمولته 14700 نيوتن للأسفل. في عندي طبعا قوة رد الفعل للأعلى، عندي قوة رد الفعل للأعلى إن، وفي عندي شو؟ قوة السلسلة، شد السلسلة اللي هي قوة شو؟ شد الجرار اللي هي 5000 نيوتن بزاوية 36.9 درجة. وفي عندي شو؟ في عندي قوة الاحتكاك، اللي هي 3500
نيوتن 3500 نيوتن. طيب طبعا انا مطلوب مني ايجاد كل ايجاد عمل كل قوه من هذه القوى، ايجاد عمل كل قوه من هذه القوى. طيب فهلا بوجدها. طبعا الانتقال شلون بصير عندي؟ بصير من اليسار باتجاه اليمين 20 متر بمقدار 20 متر. طيب هلا جيت انا بالنسبه لهذه القوى، عمل قوة الثقل شلون راح يكون؟ دكتور بناخذ القوة المطبقة على الثقل 3500 نيوتن بالمسافة اللي انقطعت. الثقل 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 استاذ للأسفل للأسفل الثقل للأسفل، والانتقال شلون؟ انتقال على المحور اكس. ايوه فايش راح يكون عمل قوة الثقال؟ موجب. طيب استاذ عمل قوة الثقل يساوي الصفر. طيب قولوا عنده هاي هاي وهي الحطب، هاي الزلاقة وهي الحطب، عمل قوة الثقل ايش راح يكون؟ تمام وهي الثقل سالب. طيب عندي قوة الثقل للأسفل وهي قوة رد الفعل، وهي القوة اللي اطبقها الجرار، وهي قوة الاحتكاك. طيب وهي المحور اكس. استاذ هون الثقل بيعامد المسافة ما هي بصير صفر؟ طبعا لانه بيعامد الانتقال. طبعا اذا هذا المحور اكس، المحور اكس. تمام طيب هاي قوة الشد سموها، خلينا نسميها وهي W وهي N وهي الـ FK. طيب طبعا بالنسبة لعمل قوة الثقال W لقوة الثقال يساوي W للقوة الناظمية ويساوي صفر، مو هيك؟ ليش؟ لأنه أنا عندي الزاوية فاي تساوي 90 درجة بين الانتقال، شايفين بين الانتقال، اعتبروا هذا عندي هذا الانتقال هذا اس 20 متر، انتقل من هون لهون مقدار 20 متر. تمام الزاوية بيناتهم صفر، الزاوية بيناتهم 90 درجة، بالتالي عندي عمل قوة الثقل يساوي عمل قوة الانتقال ويساوي صفر. إذا قوة الثقل يكون لها عمل عندما يكون الانتقال للأعلى وللأسفل، أما الانتقال الأفقي عمل صفر ليس لها عمل. طيب في عندي هلا انا شو عمل قوة تي، عمل قوة تي. تمام هذا شو يساوي؟ يساوي تي ضرب اس، جذر داخلي لتي ضرب اس، ويساوي تي ضرب اس بكوساين الفاي. ايش قد الفاي بيناتهم؟ 36. 36.9 درجة مو هيك؟ ويساوي 5000 نيوتن ضرب 20 متر الانتقال في كوساين 36.9 درجة، ويساوي اوجدوا لي ايش قد الرقم؟ 0.979 0.79. ايش هو 0.79؟ كوساين 36.9 طلع 0.79. نضربها كلها استاذ. طيب شو قد الناتج كله؟ يلا طبعا 0.7996 79.9 مين؟
يصير عندي 79,000 فاصل 960 5,000 ضرب 20 ضرب ايش؟ دكتور 79,869 شو عبد الناتج؟ طلع معي 79,960 79,968 68 كل ما بده لا مو مثل ما بدي لا لا عم قال له لا محمد فرقت لانه على الفواصل تبع الزاويه في عندي رقمين هنا اقل شيء عندي رقمين فبيقتصر جوابي على رقمين فقط دكتور 79,968.64 انا بدي جواب رقمين فقط لان عندي الداخل في الجداء اقل شيء في عندي رقمين شو بده يطلع الجواب 8.0 × 10 = 3 ايوه 80 × 10 = 3 او 8.0 × 10 = 4 بصير 80 × 10 = 3 ايش هو الواحده جول جول او بحط 80 كيلو جول كيلو جول تماما اذا 80 كيلو جول طيب هاي بالنسبه ممكن تعيد الطلب بس زكاتك طيب بالنسبه لقوه الاحتكاك دبليو ل اف كي ايش يساوي يساوي اف الكي ضرب ايش ضرب اس ويساوي 3500 نيوتن ضرب 20 متر ضرب ايش كوساين شاد شاد الزاوية بيناتهم 180 درجة صح لانه هاي عندي هاي هي الزاوية هاي هي زاوية 180 درجة اذا يساوي ناقص 3500 ضرب 20 شايفين طبعا جول بيصير عندي ويساوي شو عد الناتج ناقص 70 ايوه ضرب 10 قوة 3 ناقص 70 ضرب 10 قوة 3 جول ضرب 10 قوة 3 جول او ناقص 70 كيلو جول ناقص 70 ايوه يساوي ناقص 70 كيلو جول كيلو جول طيب في عندي شيء قوة أخرى في عندي شيء قوة أخرى يا جماعة لا دكتور ما في مو هيك القوة اللي فوق نعم طيب بالتالي هل عندي العمل كل شيء يساوي W total العمل كل شيء بصير 10 كيلو جول على الجمع مجموع 10 كيلو جول يعني تمام WW زائد WN زائد WT زائد W F الكي ويساوي 0 زائد 0 زائد شاد قلنا هون 80 2 كيلو جول ناقص 70 ناقص عفوا 70 كيلو جول تمام مش قد يساوي الناتج 10 كيلو جول جول تمام فإذا 10 كيلو جول طبعا العمل موجب ليش؟ لأنه بالمحصلة شايفين بصير انتقال لليمين ومحصلة القوى محصلة القوى بتصير ايش؟ بتصير لليمين. طيب. دكتور بس ليش اخذنا بقوة الاحتكاك كوساين 180؟ لأنه الزاوية بيناتهم 180 درجة. استاذ بس شلون طلع ناقص في ناقص بالجواب؟ لهذا الانتقال لليمين أما قوة الاحتكاك للخلف دكتور أي الزاوية بينتهم بعكس بعضهم يعني
تفضلوا مين بس دكتور. ايوه بس السالب، السالب بالجواب منين جت؟ السالب من هون كوساين 180 كوساين البي اشغال ناقص واحد كوساين 180 درجة، لأنه زاوية بيناتهم 180 درجة، الانتقال وقوة الاحتكاك يعني بعكس الانتقال، قوة الاحتكاك بعكس الانتقال، مو هيك؟ نعم. طيب أنا ممكن طبعاً نستخدم طريقة تانية، كان يستخدم طريقة تانية بيخو عمل إكس لحال ما أوجد عمل. إنه هي إيجاد محصلة القوى، إيجاد محصلة القوى، شايفين أوجد محصلة القوى وبعدين أوجد العمل، إيجاد محصلة القوى بعدين وبعدين إيجاد العمل. طيب بالنسبة لمحصلة القوى، في عندي محصلة قوى على X، كان عندي محصلة قوى سيجما اف اكس، ايش يساوي، ايش تساوي محصلة القوى على اكس؟ عندنا اف تي، ايش تساوي عندي مسقط التي وعندي ناقص اف ال هيك. فاذا عندي تي في الكوساين الزاوية هاي، مو هيك؟ في كوساين يعني صار وال... 36.9 درجة ناقص قوة الاحتكاك ناقص اف كي، ايوه تمام، ناقص قوة الاحتكاك، ناقص قوة الاحتكاك مو هيك، ويساوي القوة هي 5000 في 80، مش هتصفي عندي 4000 مو هيك، اذا يساوي 5000 نيوتن ضرب 0.8 بالعشرة ناقص 3500 نيوتن، ويساوي شعد 4000 ناقص 3500، إذا الجواب 500 نيوتن، 500 نيوتن صار عندي، إذا سيجما اف اكس محصلة القوى على اكس يساوي 500 نيوتن. طبعا بأين اتجاه، موجب ولا سالب؟ موجب لازم، موجب طبعا، ليش؟ لأنه طلع عندي موجب، الجواب طلع عندي موجب مو هيك؟ نعم. طيب سيجما اف واي بتهمني شيء؟ لا لا لأني صفر معدوم، لا صفر دكتور، لأن الانتقال على اكس ومحصلة القوى على واي راح تبقى شو، راح تكون عمودية على واي أو تكون معدومة، شايفين؟ طبعا هي معدومة لأنه ما في انتقال عندي على الواي، بالتالي ما بتهمني، ما بتمني. طيب فإذا محصلة القوى على X شايفين الF الكلية شايفين تساوي 500 نيوتن، بالتالي العمل الكلي W الكلي إيش يساوي؟ قوة الانتقال تساوي 500 ضرب 20، ضرب 20 متر طبعا، ضرب كوسان الزاوية، الزاوية صفر تمام، وش قد يساوي الجواب؟ 10000 جو، هنا 10 10 كيلو، اذا الجواب نفسه، الجواب نفسه. طبعا قلنا لكم انه ممكن انا شو استخدم واحده من الطريقتين، اما احسب عمل كل قوه واجمع العمل مع بعضه، اجمع العمل مع بعضه، او احسب القوه المحصله واحسب عمله. طيب اي سؤال، اي سؤال الى الان يا جماعه، أي سؤال عن العمل؟ لأنه راح ننتقل للطاقة الحركية. أستاذ أعطينا واحد يكون على الواي مثل ما حكينا، يكون العمل سالب فيه. ما فهمت عليك. أعطينا مثال يكون العمل سالب فيه. عمل قوة الاحتكاك، لو قلت لك هلا أحسب قوة عمل قوة الاحتكاك في هذا المثال راح يكون سالب. إيه. تمام. تمام، هل عمل قوة احتكاك راح يكون سالب؟ تمام. تصور هون شوف ك ك كمفهوم عمل سالب، شوف هلا هون انت تصور في هذا المثال، تصور انه ما في احتكاك، تمام، تصور ما في احتكاك. طبعا في هذا الحال راح يكون الانتقال شو اسلس بكثير للامام، اكيد
بده يصير 5000 نيوتن ضرب 20 العمل كله. ايه تماما. ايه طيب، على كل حال هلا بنشوف الفقره اللاحقه، بنشوف بتبين معنى العمل السالب اكثر كمان. شايفين اكثر؟ نحن قلنا انه العمل السالب يحد من الانتقال، العمل السالب يحد من الانتقال، وهلا بالفقره بعد ان شاء الله راح تبين معنى بشكل افضل كمان هذا المعنى. طيب في اي سؤال الى الان دكتور؟ الله يعافيك ان شاء الله. دكتور